السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين صحتكم؟ لاباس اموركم؟ على خير وبخير، احوالكم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله باذن الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله يا ربي الحبيب. هذا الفيديو خوتي العزاز راني كنمنطه لكم في الليل، هادشي علاش فاش كنهضر بشويه. هذا الفيديو درته صورناه في النهار وعلوه لكم، وكنمنطيه في الليل وعلوه لكم غدا ان شاء الله باذن الله يا ربي الحبيب. هذا راه الروتين ديال الحد اخوتي العزاز، ضروري سير في الحد وكيكونوا جالسين الوليدات واسمرا جات في السياق النهار. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يا ربي الحبيب. روتين خفيف ظريف صراحه ديال الدار، كما كتشوفوا انت الطبله ديال جويري راه كتحفظ عمره في الادوات، عندها مسكينه كتحفظ هذيك عندها لافاك هذا العام، وانا واسماء صراحه سيقه تجمعت لي الدنيا، وانا دوزت اخوتي العزاز لهاد الكوزينه واخا راه مزال ملونه اخوتي العزاز، الله يلا بقى ملونه هادشي اللي كاين. المهم دخلت انا حيدتي مسحت هاد البوطاجي وصوبت بليصه فين نشر من بعد هاد الحوت هو الاول، وعاد ديك الساعات فاش غندوز نغسل داك المعنى خوتي العزاز. هادشي اللي كاين يعني نخلي الحوت هو الاول، ضربت له واحد الغسله الصراحه وحيدت له داك السنسول، ودابا غندوز ندير له واحد الشريميله. المهم اللي شاف هاد الفيديو هذا ما تنساوناش خوتي العزاز من اللايك والدعم للقناه ان شاء الله باذن الله فضلا منكم، وليس امر الله يجزيكم بخير ويجيبها لكم في ميزان الحسنات. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج والضغط على الجرس، واللي ما مشتركش يشترك لعجب المحتوى ديال القناه ان شاء الله، لعجبتكم اشتركوا. شكرا للبنات كاملين والاخوان والاخوات كاملين اللي كيخليو لي كلمات زوينين والكومونتيرات ديالكم والتشجيع ديالكم، شكرا لكم خوتي العزاز، الله يسهل عليكم الله يكرمكم دنيا واخره. نذكر شي وحده خوتي كنخاف ننسى السميه ديال الاخر ويبقى فيكم الحال، يعني ما نذكرش البنات كاملين والاخوان والاخوات اللي كيدخلوا عندي واللي كيشاهدوا الفيديو واللي كيخليوا لي كومونتير زوين، شكرا لكم خوتي كاملين، الله يسهل عليكم والله يحقق لكم حتى نتوما داكشي اللي كيتمناو اللي عندكم وليداتكم، الله يعاونكم عليهم. هادشي اللي نقول لكم اخوتي، واخا نقيل ندعي معاكم ونبات راني ما نوفيش بالحق ديالكم صراحه اللي كديروا معايا وكتشعلوا الفيديو وتطلقوا الفيديو وتخليوه كيدوز، الله يجازيكم بخير وشكرا بزاف، كتفرحوني والله العلي العظيم، الله يكرمكم الدنيا والاخره. واللي كيشجعني واللي كيقول استمر في القناه، واحد الاخت عيطت لي هاد النهار ان شاء الله في الواتساب وقالت لي استمري، والله يجازيك بخير اخيتي، الله يسهل عليك الله يكرمك الله يخلي لك وليداتك ويشافيك الله سبحانه وتعالى ويخليك تشوفيهم ان شاء الله كي تمنيتيهم. شكرا للاخوان والاخوات كاملين كاملين اللي كيشجعونا في الواتساب، شكرا لكم اخوتي العزيز صراحه. كل اخت كتعيط لي فين غبرتي فين مشيتي هاد الايام، والله اخوتي العزاز لا شكرا لكم بزاف بزاف، الله يخطيكم عليا وصافي اخوتي العزاز. واخا نعير الشكر بحق كما قلت لكم فيكم ما نوفيش بالحق ديالكم، يعني هي السردين كما شفتوا راه تبارك الله كلشي كيعرف يشارك يدير السردين اخوتي العزاز. هي شاركت معكم على حيت لو داك السنسل، دير شويه الكمون شويه الفلفله الحمراء وتويمه وشويه ديال القزبر ولا سميتو شويه ديال البزار، ودرت الحار هكا شويه ديال الهريسه صراحه ما كثرتش بزاف، فيه شويه ضربت لاخوتي العزاز الشرميله مع واحد جوج ليمونات حتى هما قرطتهم هكاك عصرتهم عليهم وصافي، وشويه ديال الملحه وصافي. الحوت ديالنا المهم عادي عنده الصراحه، نمسح هاد البوطه هادي ما عنديش عليها حيت كانت قلت لكم خملت هذيك البليصه ومسحتها فين نشرمل الحوت، مال الكوزينه راه مازال فيها المواعن والله الا باقي ما غسلتهمش. هادشي علاش قلت نشرمل الحوت، حيت ضروري خصو ترقد فيه واحد شويه الشرموله يجلس واحد نص ساعه مشرمل باش كتدخل فيه، وصافي تحطيتو هكا وعاد جلست كنمسح هاد البوطه هادي باش نقلي الحوت ان شاء الله باذن الله، وعاد باش ندوز نغسل داك الموينات حيت مشيت اخوتي قلت زعما نقلي الحوت مشيت نحداق قلت نقلي الحوت ونغسل الموان حدايا صدقني، وليت كنقلي قلت خليني تنكمل الحوت ديالي بالقليه بالي نمشي نجلس نغسل الموان عاوتاني نسى ونخليه يتحرق. هادشي اللي كان حيت اخوتي ملي كنكون كنغسل الموان وندير شي حاجه يقولي لي واش نتوما بحالي كنجلس يعني نطيب فوق البوطه كتكون شي حاجه يعني خاصها لي دغيا تقابل ليها ونجلس نغسل الموان كنساها وصافي كنحرق تقريبا النص ديالها، سواء حرشه سواء اما الطياب، الطياب هو اللي خلاص كيستغرق الوقت هذيك كتقفلي عليك الكوكوط وتخليها طيب وتغسلي الموان، اما الحاجه اللي كديريها في المقله ضروري الصراحه خصك تقابل ليها، يعني هي احسن حاجه اخوتي للحوت لو بغيتو يجيكم مقرمل وزوين وبنين صراحه الله، وما كيشربش الزيت يعني غتخليوها ديروا الزيت في المقله وتخليوها حتى تسخن مزيان داك الزيت، خليوها تسخن ما ديروش في الزيت بارد، وقليو الحوت بالسميده كيجي يا سلام يا اختي العزاز، بالسميده ولا بالفينو الصراحه بجوج بحال بحال داك السميد الناعم يعني الفينو كيقولوا الدقيق الممتاز، اولا السميده انا صراحه درتو في السميده ديال الحرشه. هادشي علاش خوتي العزاز وجا مقرمل وجا بنين ما شهيتكم فيه جا كيحمق، انا صراحه ما طيبت والو الغدا هاد النهار درتيه الحوت خرجتو للمارشي
جبت واحد الكيلو ونص ديال السردين، لقيته غزال صراحة الله، داير غير 140 يعني 7 ديال الدراهم، ولا لقيته داير صراحة النهار الحوت رخيص وغزال السردين صراحة، راه صحي وزويون. هي صراحة الله اللي يعني كي مرضوا داكشي ديال المقليات ديرو في الفران، انا قليته كنت مشهية صراحة هكا مقلي ونحيد له داك السنسول، وكيعجبني هكا حبة بحبة. لكن داك الحوت الرقيق انا جبت داك الغليظ شوية، داك السردين الغليظ شوية، لاصقة وحيدة مع وحيدة، لكن رقيق كيجي فن، ولا كان غليظ ديرو كل وحدة بوحديتها، كتحيدو له داك السنسول وكيدخل فيه الشرمولة وكتجي يا سلام. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. المهم هنايا كنقلي ان شاء الله، قلت عن هذا كما قلت لكم، قلت غنغسل ديك المعينات ونقلي الحوت. صدق قلت راه نقابلو هنا ونجلس حداه واقفه، حيت خصني نفند وخصني نقلي، وعاد ساليه بالقليه ندوز نغسل ديك المعينات. ما الحمد لله ما بقى لنا والو، ديك الساعه عاد نتغدى وحرا يكون برد شي شويه ما ناكلوش وهو سخون سخون. انا صراحه كيعجبني شكون بحالي، كيعجبني الحوت عندي برد شويه، ما كتعجبنيش سخون بزاف. المهم هنايا عندي اخوتي العزاز واحد شويه ديال الزيتون، راني كنت يعني كان عندي شي شويه ديال الزيتون وحليته، واحد شويه داك الحميمر يعني شردته ودرته في هذه القريعه هذه، وهذيك شويه خضيبر كنت دقيته هكا بالحجره وحليته ودرت له الملحه وكليناه هكا، كيجي كيحمق. راه شي مقاطع كنت درت فيه صراحه الزيتون صغير هكا، الزيتون محطوط على الطبله فواحد واحد المقطع قصير هكا، هذا كنت شردته هكا بالموس درت له 3 شريطات، ودابا نبدل عليه الماء، نبدل عليه الماء تحلالي. ودابا عندي واحد شويه ديال الليمون كان عندي في الكونجيلاتور وجبته البارح بالليل هكا، درته في الطبيصل وصباح داك الليمون طالق راسه. دابا نقرضو هي هكا طريفات وكندير له شويه ديال الملح وشويه ديال الماء وكنمعكوه هكا حتى كيطلق داك الماء ديالو، كندير عليه واحد الكميه ديال الملح لا باس بها، يعني درت الملح راكم عارفين الزيتون الحامض كيحتاج الملح الصراحه. صافي كنمعك داك الليمون حتى كيخرج مزيان، كيخرج منه داك الماء ديالو، وكنديرو بالقشور ديالو كلشي هكا، كيجي فن ما كيحمض كيجي يا سلام. وكاين اللي كيبغي يشرملو الصراحه، مشرمل كيجي زويون. نحيد له داك الماء، هادي راه نقول لكم راه شي 6 ايام هادي ولا 7 ايام وانا كنبدل عليه الماء. شوفي داك الزيتون الحميمر جا كيحمق، هذا عندي مشرط هكا بالموس درت له 3 شريطات. صافي دابا داك الماء ديال الليمون كيبدا نعصر بحال اللي نعصر داك الليمون، وفي التالي كنشد داك الماء كنزيد عليه شويه الماء كنمعكم مزيان داك الليمون، وصافي كنديرو عليه هكا، كنخليه واحد 4 ايام هكا ما تحلوش عليه اخوتي العزاز، غتخليوه هكا مرقد في هاد الليمون الملح حتى يحمض، يعني تلقاوه هكا حميمض اللي كيعجبو الزيتون الحامض. وكاين اللي كيعجبو مشرمل شرملوه. دابا نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال الزيتون مشرمل، راني عاد شربت واحد الكميه ديال الزيتون وان شاء الله باذن الله اللي شاركت معكم في اللايف وسميتو دقيته خلاص وصوبته. ودابا راني درت له الماء وخليته كيحلى، نبقى يوميا ان شاء الله نبدل عليه الماء، وديك ساعات من يحلى ان شاء الله غنحمض معكم، غنقسمو على جوج، طرف واحد غنحمضو نديرو بالحامض بحال هكا، طرف واحد ان شاء الله غناكلو هكاك بالملح كيجي يا سلام. ونشارك معكم التشرميله ديال الزيتون كي كيجي. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. هنايا دوست نغسل داك المعينات اخوتي، حطيت داك الزويتان الحوت راني قليتو خلاص وخليتو هكا في الطبيصل كيقطر من الزيت. صافي عندوز نغسل داك المعينات، يعني صراحه هو راه ما كاينش بزاف، قلت دغيا ندوزهم وعاد نمشيو ان شاء الله باذن الله نتغداو، حيت عندي العديسه من البارح كما قلت لكم، راني مشيت نقول لكم قبيله وكهضره كديري هضره كنتلف. مازال لي العدس صراحه، البارح طيبت العدس للغدا، طيبت شويه ديال العدس وسميتو بقى لي ما تنكلتش يعني البارح كامله، قلت هذا النهار بلا ما نضيعها يعني درتها في الثلاجه. وهذا النهار صراحه قليت معاها هي الحوت كما قلت لكم، خرجت للمارشي جبت واحد الكيلو ونص ديال السردين قليته هو اللي صاوبته، وغنزيد نحط داك الطبيصل ديال العدس باقي هكا الصراحه كبيبه مازال صبه. صافي ما بغيتش نضيعها باش ياكلوها الصراحه، درتها لهم مع الحوت. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، غنسخنها ان شاء الله ونحطها لهم الغدا، هذه هي الغديوه ديالنا. المهم هي ديالنا كيدوزناه كما قلت لكم، جويري كتحفظ خلاص في الصالون. ايوا اسماء جمعت هكا وسيقت صراحه الدنيا، ما كانش شي شغال صراحه اللي كاين، كنت عين نحيد واحد الصالون هكا، نحيد لواحد الطليمطات نصبنهم. صافي اخوتي العزاز طفقنا شويه هاد النهار لحد طفقنا مع الطلين، وعجزت عليه الصراحه. هذيك خصك اللي تبغي تخمل ولا تجمع شي حاجه عميقه خصك تنوضي بكري، انا ما نضتش شويه بكري، خصك 8 تكوني فايقه باش الصراحه تسالي شغلك بكري. هادشي علاش خوتي العزيز ما جبدتوش، قلت خليه نهار اخر ان شاء الله باذن الله. وصافي هادشي اللي كاين معنا سليم معنات، ان شاء الله نمشيو نتغداو هكا، وهذا هو النهار ديالنا خوتي كدوزناه كنشاركو معكم. كنتمنى ان شاء الله باذن الله تشجعونا بلي لايك والبارطاج
واللي ما مشتركش في القناة تدخل اختي ولا خويا ضرب دويرة، ولا مهمتي يضربوا دويرة في القناة، ولا عجبكم المحتوى اشتركوا فيها، الله يسهل عليكم فضلا منكم وليس امرا، الله يجازيكم بخير ويجيبها لكم في ميزان الحسنات، وبارطاجيو الفيديوهات مع الحباب والعائلة ان شاء الله، راه من الفيديوهات زوينين، محتوى زوين ما فيهمش شي حاجة خايبة، تفرجوا فيهم نتوما والعائلة ديالكم وخوتكم وصحابكم وحبابكم، ما فيهم حتى شي حاجة يعني خايبة. كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا وصافي، هادشي اللي كان اخوتي العزاز، كنتمنى التشجيع منكم ان شاء الله باذن الله، والبارطاج وشاهدوا الفيديو، ولا ما عجبكمش يعني الهضره ديالي اولا شي حاجه خليوا الفيديو مطلق، الله يسهل عليكم ان شاء الله باذن الله. تفرجوا في الاشهارات اخوتي العزاز الفيديو ان شاء الله باذن الله، باش يبقى الفيديو يدخل بعدا على الاقل واحد جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم، راه الفيديو اخوتي العزاز وكيدخل والو اخوتي العزاز، راهي حيت المشاهده ما كايناش نهائيا. صافي هنايا الغديوه ديالنا وجدات، لمعينات غسلتهم صراحه العديس، راه اسماء هي اللي حطت الكاسرون السخون على ما ساليت انا، وصحت داك البوطاجي كما عارفين، ودعيوا معنا اخوتي العزاز يسهل علينا الله سبحانه وتعالى بشي دويره، الله يسهل عليكم ويفتح عليكم يا ربي الحبيب، الدعاء ديال قال لك الدعاء ديال الغريب مستجاب، كنتمنى ودعيوا معنا ان شاء الله باذن الله. كانت هذه هي الغديوه ديالنا، كنتمنى تعجبكم الحجه، يا سلام اخوتي العزاز جام قرمل وغزال. هنايا غنغرف ان شاء الله العديس، حطيتها تسخن هكاك بداك الكاسرونه صافي، وغنمشيو نتغدى ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم خوتي العزيز على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم واللي لايك ديالكم، الله يسهل عليكم يجيبها لكم في ميزان الحسنات. هادشي اللي كاين اسماء راجات والكاميرا شاعله ومهمه دايره اش درت هادشي اللي كاين. يلا خوتي العزيز كنتمنى تقبلوا علينا وتسمحوا لنا، وشكرا لكم بزاف بزاف، الله يسهل عليكم. يلا كنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للجميع، وغنمشيو ان شاء الله باذن الله نتغداو، ومع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد. هنايا حطيت شويه د العدس، صراحه نمشي نحط ديك شويه د الزيتون اللي قلت لكم قبيله راني حطاه بالملحه هكا درتو، هو اللي غنحطوه هكا وندير له شويه ديال الملحه، راه الصراحه ساليينه بالماكله وحق الله حيت كيجي غزال اخوتي العزيز هذا الزيتون، قولوا لي في الكومونتير شكون اللي كيعجبو هذا الزيتون بالملحه، كيجي كيحمق مي كيحلى، كتقدير له غير مليحه هكا وتاكلو انا اخوتي العزيز، هو في الفطور اللي كنت كناكل مع زويته وكويس ديال اتاي وخبيز ديال الدار. صافي مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله، باي باي.